السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة مرة أخرى لكم طلاب الأعزاء في المحاضرة التاسعة تكملة لما بدأنا به هي مفسدة واختزال الحمود الكربوكسيلية. اليوم حناخد إن شاء الله حاجة بسيطة جدا تقريبا مرت علينا في السنوات السابقة أو في المسكات الأخرى، reduction of carbonyl compounds، بمعنى اختزال المركبات التي تحتوي على مجموعة كربونيل. كلكم عارفين مجموعة الكربونيل، كويس؟ اليوم هنشتغل على هذه المجموعة. طبعا ماذا يقصد بعملية الريدكشن يا شباب؟ الريدكشن ان احنا ايه؟ بدنا نزيد هيدروجين. إذا القاعدة الأساسية في عملية الريدكشن ان احنا بدنا نزيد اللي هو الهيدروجين. يستخدم في هذا المجال أو في هذه الطريقة مركب اسمه ليثيوم ألومنيوم هيدريت. أعيد كمان مرة. Reduction of carbonyl group لاختزال مركبات التي تحتوي على مجموعة الكربونيل. مجموعة الكربونيل اللي هي ممكن تكون بالشكل. تمام؟ هذه المجموعة لما نختزلها لنرى ماذا تتحول. تتحول إلى كحولات. يعني بدنا نحصل على إيه؟ كحولات. ممكن نحصل على كحول أولي وممكن نحصل على كحول ثانوي. لنرى كيف يتم الحصول. ولكن قبل كل شيء، قبل أن نرى كيف يتم الحصول، أعيد كمان مرة، خذوا بالكم من عملية الريدكشن. الريدكشن تبعت الكربونيل جروب أو الكربونيل كومباوندز بستخدم ليثيوم ألومنيوم هيدريت. طبعا في هذه الحالة أنا بزود ضربتين هيدروجين ويتحول المركب إلى كحول أولي أو كحول ثاني. هناخذ أمثلة على ذلك. مثلا عندنا الحمض الكربوكسيلية، كربوكسيليك أسيد، R فين بون OH، هذا حمض كربوكسيلي. المجموعة الوظيفية اللي هي سي دبل بوند او اتش. اذا تعمل ريدكشن بهذا العامل، طبعا انا بدي ازود اثنين اتش. الى ماذا يتحول؟ يتحول بكل بساطة انا بدي اشتغل على هذه المجموعة، على مجموعة الكربونات. فبيصبح ار اتش. لاحظوا سي اتش 2 او اتش. اذا تحول الى كحول. وما هي نوعية هذا الكحول؟ يلا جابوا. طبعا هذا كحول اولي. طيب لو اخذنا مثال مثلا CH3 C double bond OH. طبعا هذا ايثانويك اسيد او اسيتيك اسيد بالكومن نيم، وايثانويك اسيد بالايوباك نيم. نعمل له عملية ريدكشن. بهذا العامل اللي هو ليثيوم ألومنيوم هيدريت. طبعا انا الهيدروجين 2 اتش. تمام؟ فماذا يصبح مركبي؟ يصبح مركبي بهذا الشكل CH3 CH2OH. اذا انا حصلت على ايثانول. اذا عملية الريدكشن تبع الايثانويك اسيد بحصل على ايثانول، والايثانول هو عباره عن ايش؟ برايمري الكحول. طيب هذا المثال الاول. ناخذ مثال اخر في الاسترات. الاسترات زي ما احنا شايفين الاسترات اللي هي ار سي دبل بوند سي او ار. تمام؟ سي او ار هذا استر. نعمل عملية ريدكشن زائد 2 اتش. ماذا يحدث في الاستر؟ يلا اعطيني ار سي اتش 2 او اتش، هيعطيني
R O H يعني حنحصل على كحول لا. تمام؟ هذا بالنسبة ليش؟ للإسفرز. تمام؟ والأمثلة كثيرة جدا ممكن نأخذ يعني مثلا أعطيكم مثال وأنت تطلعوا مثال على ذلك CH3 C double bond O C 2 CH2 CH3 yeah. نعملوا عملية الغشة لهذا المثال نشوف ماذا ينتج لديكم هاي إستر هاي إستر إيش اسمه هذا الإستر؟ شو اسمه؟ اسمه إيثانوات الإيثايل أو إيثايل إيثانويت أو إستر أسيتات الإيثايل يسموه إيثايل إيثانويت نشوف ماذا يحدث في هذه العملية تمام؟ طيب ويعطي أيضا كحول أولي ويعطي أيضا كحول أولي إذا بتلاحظوا إنه ناتج اختزال لاحظوا ناتج اختزال الحموض الكربوكسيلية بيعطي كحول أولي يعطي كحول أولي والإسترات أيضا نفس الشيء يعطي كحول أولي طيب نأخذ مثال آخر الألدهايد الألدهايدات طبعا كلكم عارفين الألدهايد R C double bond H R C double bond H نعمل عملية reduction من H تمام فماذا نحصل R C H2 O H ايش بعطي كحول أولي كحول أولي طبعا كيف عاملين الكحول الأولية زي ما خدنا بالسابق انه الكربينول فيها R و2 H طيب مثال على ذلك مثال مثلا CH3 C double bond H إيثانال إيثانال أو أسيتالدهايد بالأيوار تمام ريدكشن من H وبيصبح مركبي CH3 CH2O إيثانول وهو أيضا كحول أول إذا لاحظوا الحموض الكربوكسيلية والإسترات والألدهايدات تعطي كحولات أولية خذوا بالكم من هذه النقطة طب ننظر الآن ننظر الآن إلى الكيتونات ننظر الآن إلى الكيتونات نشوف ماذا ينتج عند اختزال الكيتون عند اختزال الكيتون الكيتونات طبعا عشان الطلاب يعرفوا شو نسوي الكيتونات R C بون R هاي مجموعة الكربونات أنا بدي أشتغل على مجموعة الكربونات طبعا ريدكشن زائد 2 H تمام H هنا و H هنا فبيصبح مركبي R C O H H R ايش يا شاطرين؟ يا طلاب طالبات ماذا ينتج؟ صح هو كحول ينتج كحول لكن ايش طبيعة الكحول؟ نشوف هاي ايش حوالي مجموعة الكربونات؟ كربينول R و R و H اذا فهو كحول ثاني هو سكندري اذا هذا يعطي الكيتون سكندري الكحول اذا خذوا بالك خذوا بالكم من هذه النقاط ناخذ مثال CH3 C double bond CH3 reduction plus 2H اوكي يلا عملية سهلة جدا H هنا و H هنا فبيصبح مركبي CH3 COH يلا CH3 C H تمام اذا البروبانون بيعطي اللي هو ايش البروبانون
نقطة. اوكي؟ بس هو هذا كحول ايش؟ كحول ايه؟ سكندري. إذا القاعدة بدنا نطلع قاعدة معينة، هذه القاعدة بدنا نفهمها جيدا عشان ما نغلط، يكون عندنا مجال واسع في المراجعة. إذا هنطلع قاعدة بسيطة جدا، زي ما احنا بالنسبة للريدكشن تبع ريدكشن كلكم عارفين ان الريدكشن العامل عرفناه طبعا، كله في هذه الحالة نضيف 2 اتش. إذا في هذه الحالة يعطي ماذا؟ كحول أولي برايمري الكحول، هنا برايمري الكحول، هنا برايمري الكحول، هنا سكندري الكحول. واضحة الفكرة؟ إذا الأفكار مرتبة وواضحة. كربوكسيليك أسيد أولي، إسترز أولي، ألدهايد أولي، الكيتون سكندري. واضحة الفكرة؟ تمام. ننتقل إلى نقطة أخرى اللي هي oxidation of alkyl enzyme. oxidation of alkyl benzene. oxidation of alkyl benzene. oxidation of ARCH alkyl benzene. طبعا هي مركبات كروماتية تحتوي على مجموعة ميثايل، على سبيل المثال ميثايل بنزين، ميثايل بنزين أو تلوين، ميثايل بنزين أو تلوين. أوكسيديشن، أنا بدي أستخدم عملية الأكسيد، طبعا الرينج هنا ثابتة، أنا بشتغل على مجموعة الميثايل. يعني الأكسدة تقول بي أوكير، يعني الأكسدة تصبح فقط لمجموعة اللي هي إيه؟ الميثايل. لنرى ماذا يحدث في هذه العملية. ناخذ مثال ميثايل بنزين أو تلوين. طبعا في عملية الأكسدة أنا بستخدم عوامل مؤكسدة مثل كي أمانوفور بوسط حمضي. كي أمانوفور طبعا بسموها بوتاسيوم برمنجنيت في وسط حامضي، تمام؟ الأكسدة تحدث هنا، كويس؟ طبعا في هذه الحالة بحط 2O، بشتغل على مجموعة الميثان، فبيصبح مركبي بهذا الشكل، في كربون أوت. إذا ما هو ناتج عملية الأكسدة؟ اللي هو عبارة عن حمض كربوكسيلي بسموه بنزويك أسيد. حمض البنزويك. إذا الميثايل بنزين لما أعمل له عملية أكسدة بيعطي مركب اسمه البنزويك أسيد، وهو من الحمض الأروماتية طبعا الكربوكسيلي. إذا بيعطي اللي هو ايش؟ بنزويك أسيد. ممكن انا اخذ مركب اخر يحتوي على مجموعتي ميثايل، طبعا مر عليكم اسمه، هذا اسمه زايلين او نقدر نقول عنه داي ميثايل بنزين، او لو بدنا نرقم بنقطتين بنمشي الحال، تمام؟ نعمل عمليه اللي هي الاكسده بالعوامل المؤكسده السابقه، حنشتغل على مجموعتي ميثايل، فبيصبح عندي مركب يحتوي على مجموعتي اللي هي كربوكسيل. هذا المركب يسموه تيرفتيليك أسيد، طيب واضحة الفكرة؟ إذا نحن بنشتغل على مجموعة الميثايل وأكسد عملية الميثايل، كويس؟ أو الأسايد في هذه الحالة إلى إيه؟ إلى مجموعة كربوكسيل. نقطة أخرى وهي سهلة جدا ليست فيها صعوبة، اللي هي بسموها
كومبوزيشن اوف اورجانيك كومباوند اللي هي عمليه ايش؟ الاحتراق. عمليه الاحتراق لاي مركب عضوي سواء كان هرمون الليمفاتي، لكن احنا بنشتغل على الجانب الليمفاتي. اي عمليه احتراق بينتج عنها ثلاث شغلات اللي هي طاقه، هذا واحد، ثاني اكسيد الكربون، هذا اثنين، وبخار ماء اللي هو ايه؟ ثلاث. اذا عمليه الاحتراق اللي هي كومبوزيشن اوف اورجانيك كومباوندز، احتراق طبعا اللي هي كومبوزيشن اوف اورجانيك كومباوندز اللي ينتج عنها ثلاث شغلات اللي هي انرجي زائد سي او 2 زائد اللي هو ايه؟ H2O على شكل فيبر، طبعا بيكون بالحياه غازي. اذا اي مركب عضوي وخاصه الالكانات ينتج عن احتراقه انرجي طاقه وثاني اكسيد الكربون وبخار ماء. حناخذ مثال، مثال مثلا الميثان CH4 زائد، طبعا الاحتراق بده ايه؟ كميه كافيه من الاكسجين، بده كميه كافيه من الاكسجين O2، فبينتج عندي CO2 زائد H2O زائد ايش؟ انرجي زائد طاقه. طبعا ممكن احنا ننزل المعادله وهي اثنين H2O زائد ايش؟ انرجي. اذا هذه ينطبق على كل المركبات سواء كانت مشبعه او غير مشبعه. اعيد كمان مره. Composition of organic compounds gives three things: energy, طاقه، كربون دايوكسيد and water. اذا احتراق المواد العضويه يعطي ثلاث اشياء: طاقه، ثاني اكسيد الكربون، ومي. خدت على سبيل المثال في الالكانات مثلا الميثان عند احتراقه يحصل على ثاني اكسيد الكربون ومي والطاقه. طبعا الطاقه بتكون عاليه جدا جدا. تمام. نقطة أخرى وهي تقريبا مرت علينا في المحاضرات السابقة لكننا حنقولها بإسهاب. هذه النقطة مهمة جدا في حياة العملية، هي عبارة عن مشتقات الحموض الكربوكسيلية، formation of carboxylic acids and derivatives. formation of carboxylic acids and derivatives اللي هي كيف بنحصل على اللي هي مشتقات الحموض الكربوكسيلية. ومشتقات الحموض الكربوكسيلية كثيرة جدا، مثل اللي هي هاليدات اللي هي الحموض such as R C double bond X. هل نسميه هاليدات الحمول؟ هاليد الحمول. لا طبعا كنتوا عارفين اكس، قد تكون سي ال الى اخره، قد تكون بروم، قد تكون اي بي الى اخره، هذه مرت علينا في السنوات السابقه. طيب نشوف كيف نحصل على هاليدات الحمول. على سبيل المثال كيف بنحصل على هاليدات الحمول؟ مثلا ناخذ مثال مباشر، CH3 C double bond OH. طبعا هذا ايثانويك اسيد، انا بدي افاعل الايثانويك اسيد مع BCl5 بسموه فوسفورس بنتاكلورايد. شو بده يصير عندنا؟ ممكن نجذب مجموعه الكربوكسيل او اتش، باخذ هنا واحد كلور، تمام؟ بصير عندي CH3 C double bond CL زائد الاتش مع واحدة CL زائد HCl زائد ماذا يتبقى؟ BOCl3. إذا أنا حصلت على ماذا؟ حصلت على هاليد الحمض. هاليد الحمض. طبعا في هذه الحالة
هاليد الحمض هذا سموه أسايل كلورايد، أسايل كلورايد، أو يسموه بالكومن نيم أسيتايل كلورايد. إذا أنا حصلت على أسايل كلورايد من وين؟ من حمض كربوكسيلي، من حمض كربوكسيلي. طب ممكن من إيثانول أحصل على أسايل كلورايد؟ نعم. كيف؟ فكروا شوية معي. إيثانول بعمل عملية أكسدة، بحصل على ماذا؟ على حمض كربوكسيلي. الحمض الكربوكسيلي بفعله مع بي سي ال 5 بنحصل على أسايل كلورايد، نحصل على أسايل كلورايد. هذا أول ديريفيتيفز، هذا أول مشترك. مشترك آخر، مشترك آخر اللي هو الإسترات. كلكم عارفين الإسترات كيف بتتكون. إسترز، الإسترز هي R C double bond O R، هذا القانون العام للإسترز أو الفانكشنال جروب للإسترز. هناخذ مثال مباشرة، CH3 C double bond O H Z CH3 CH2 OH. ما هي الاسترات؟ الاسترات هي مركبات عضوية organic compounds resulting ناتجة من the reaction of carboxylic acids and alcohols، اللي هي الحمض الكربوكسيلية والكحولات. طبعا لازم يكون في عنده وسط حمضي عشان التفاعل ما يكونش reversible، عشان يكون التفاعل في اتجاه واحد. اذا الاسترام حمض كربوكسيلي مع كحولات نحصل على الاسترام. تمام. ماذا يصبح؟ CH3 C double bond O CH2 CH3 يسموه ايثانويت، ايثايل ايثانويت، ايثايل ايثانويت، وهي مركبات ذات رائحه ذكيه منعشه تستخدم مكسبات الطعم والرائحه. وهي مركبات ذكيه زائد طبعا هو اش عشان يكون التفاعل في اتجاه تكوين الاسطر in the same direction not reversible reaction we must need اللي هو حمض عشان ينزع الميه ويكون في نفس الاتجاه. هذا بسموه ايش؟ الاسترات. مركب اخر وهو الامايز، الامايز الاميدات، مركبات تسمى الاميدات. كويس. انا هي ار سي دبل بوند ان اتش 2 سموها امايز، الاميدات. الاميدات ممكن مركبات سهله جدا، ممكن انا اجيبها بسهوله جدا. مثلا سي اتش 3 ان اتش 2 هذا ميثايل امين، ميثايل امين، خذ الاميدات كيف زائد مثلا ممكن افعلها مع كلوريد الاسيتايل سي اتش 3 سي دبل بوند سي ال. ماشي الحال؟ يلا نطلع. طبعا نحط اثنين جزئين عشان يطلع عنده مركب ونشيل السياره. فبيصبح مركبي اللي هو CH3 CH3 C double bond عندي NH NH طبعا لاحظوا خدت H CH3 زائد الناتج الآخر CH3 CH3 NH3 CH. إذا أنا حصلت على الأمين. انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا على هذه النقاط، انتبهوا جيدا على هذه النقاط الهامة والمهمة. تمام. لاحظوا لو عملنا احنا كومبينيشن، تاخذوا بالكم، خذوا بالكم، لو عملنا هنا ربط ما بين انتبهوا
R O H R O H R C double bond X R C O R O R C N تمام كحلات حمور هاليدات حمور اسكرات أميدة. الآن لنفترض على سبيل المثال طبعا عرفنا ايش المجموعة الموظفية هنا عرفنا ايش المجموعة الموظفية سايل جروب مجموعة استر أميدة تمام لو أنا طرحت عليك سؤال بسيط جدا طيب مثلا عندي مرتب عندي مرتب هذا المرتب CH3 CH2 B ايش اسمه هذا يا شباب برومو ايثان برومو ايثان من مين هذا من وين من هاليدات الالكايل هاي كيف انا ممكن احصل على هذه المركبات كيف ممكن انا احصل على هذه المركبات كلها من هذا المركب نترك لكم التفكير في محاضرة اخرى ان شاء الله كيف ممكن تفكير نحصل دبل من برومو ايثان على هذه المركبات كلها فكر بطريقة ذكية نشوف كيف ممكن تحصل على هذه المركبات والى لقاء اخر في محاضرة قادمة ان شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.